يو واش الاصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. عاوتاني فيديو ديال اليوم كما كتشوفوا حنا واحد الهوست جديد. جيت هنايا حيت ما عجبني ساو باولو، ما نكذبش عليكم، مدينه كبيره ومعنكشه. كيف ما كنت هضرت معاكم داك النهار قلت لكم بلا غير نبقى في ساو باولو باش انني نجمع الفلوس، ولكن لقيت واحد الحل. كنت جبت معايا ديجا واحد البيسي هنايا للبرازيل. الرجوله كان بيسي مزيان، كنت معول باش انني غادي فاش نوي زعما نطور المحتوى، حيت بالنسبه للمحتوى اللي كنحط لكم الاصدقاء راه نورمال، حيت كما كتعرفوا دابا انا كنحاول نحط لكم فيديو كل يومين، وباش نحط فيديو كل يومين ويكون فيديو مخدوم بالبيسي ويكون داكشي بروفيسيونيل اكثر راه صعيبه. يعني كنحاول ندير لكم دي فيديو نورمال، ولكن كنحاول نكثر لكم لي كونتوني باش نربحوا ناس جداد وباش انتم ما تبقاو تستمتعوا معايا. ولكن مني كنت حنصت في الفلوس صافي، كنت بقيت على الدس وانا نبيع البيسي ديالي. هذاك البيسي كنت معول غادي نزيد درون، وكنت معول غادي نشري ماتريال اخر، وغادي نحاول ندير لكم كونتوني اللي هو اكثر بروفيسيونيل. ولكن كيبان لي باقي الحال شويه، نحاولوا حتى نطوروا القناه ويكون عندنا ناس بزاف، وديك الساعه نقدروا نحطوا لكم شي حاجه اللي مفرقعه كيف العاده. نعطيكم بريزونطاسيون ديال هذا الهوستل، ومن بعد غادي نقول لكم كيفاش حتى لقيت هذا الهوستل وكيفاش جيت ليه وشنو كندير هنايا، وداك الشيء كامل غادي تعرفوه معايا. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غيكون تيست ديال الفلوغات اليوميه، غنحاول نبقى نحط لكم فلوغ كل يوم. غنشوفوا الهيت كيفاش غادي يدور. الا كان الدعم على حساب هاد الفيديوهات هادوك لا راه غادي نبقى نحط لكم كل نهار، وانتم بيان سور غادي تشجعوني. المهم بالنسبه للشومبر ديالي هي هادي، كما كتشوفوا فيها تقريبا 9 ديال الناموسيات، 1 2 3 4 5 6 7 8، هي هذيك 9 ديال الناموسيات. كاينه هي بلاكارات واللايفات، كاينه الطواليط هنا والدوش كيفما كتشوفوا، ولكن الحاجة اللي واعرة اللي غتشوفوا معايا دابا ضربوا لي هذا الوصل فين كاين، ضربوا لي الوصل كاين غير أدغال حمكم. عزلت هذا الوصل هذا باش ما نخسرش الفلوس، حيت ما عنديش العاقة، وكنت معول غندير لكم فلوقات يومية. ومنين جيت نشوف لقيت بلي هذا هو أحسن بلاصة اللي غنقدر. علاش؟ حيت جام مفزع بالعربيه. دابا غادي نوريكم مني كنخرج من الشومبر شنو كنشوف قدام. كما كتشوفوا كاين دي شومبر اخرين تماك، هذا هو المنيدر. اجي نوريكم شويه لي شومبر الاخرين. كاينه هاد لا شومبر هنايا تاي بحال الشكل ديال الاخرى، وكاينه هاد لا شومبر هنا حتى هي. هوصل دابا تقريبا راه خاوي، انا كاين غير انا وواحد البنت اللي معايا هنا حتى هي كدير العمل التطوعي، غادي تشوفوها معايا. كاين واحد خونا حتى هو مريزيرفي هنايا مده طويله، يعني كاين حنا غير هاد الناس هادو اللي كاينين هنايا. ولكن من بعد راه ضروري غتبلبل غيتبلبل الهوصل وغادي يعمر، حيت انا دابا خدام في لا ريسبسيون. شوف بلا ما نبقى نطول معاكم في الهضره، راه مازال هاد الفلوغ هذا راه فيه بزاف ديال الهضره ومازال غيكون طويل. نحاول نقطع لكم دابا، راه يلا اول مره كندير لكم فلوغ يومي، شويه في شكل باغي نقول كل شيء منطقه الاول، ولكن هادشي ما خاصوش يكون، خصني نقسم لكم داكشي شنو باغي ندير. يلا نبطو نفطرو. حاجه اخرى، الفطور هنا كيعطيو لينا فابور، انا نبطو نشوف الفطور اللي حاطين لينا. بونجيا، هادي هي لا ريسبسيون، هادا زوز. كاينه واحد البار، نوريكم دابا الفطور اللي كيكون عندنا. كما قلت لكم الفطور كيكون حاطين لينا حنايا باش كنفطروا كل نهار، يعني ما كنخلصوا فيه والو. كما كتشوف هذا هو الفطور اللي غادي نفطروا حنا كاملين. هنايا كاين البيض، كاين هنايا القهوه، كاين الخبز، كاين العواصير اشكال والوان. المهم فطور يا سلام، غنحاول دابا نقاد العباد ديالي ونمشيو نفطرو هي الاولى الاصدقاء. غنحاول نزيد ندوركم شويه على الوصل. المهم كما قلت لكم هذا الوصل هذا راه جا وسط الادغال. ها انتم
دابا الاشكال هنايا راك عارفين كيكونوا دوك الغابات المطيره هنا الشع عندهم عادي يعني كتقدر تصب الشع عادي هنايا اي لحظه تقدر تصب الشع شي بعض المرات كنلقى هنايا تني الكوموند كيتسركب على كوندا هنا راه عندهم عادي راه بيزغر اوريكم شي لعيبات العربه دابا غنبدا ندير لكم فلوقات اليوميه تبقاو تشوفوا معايا شي لعيبات اللي عالم هنايا دوروس كما تشوفوا كنت بريزونتي ليكم الفطور ديالي الاصدقاء هنا خديت واحد العصير هذا اش كيقولوا لي الله يتنسيت على سميتو كتبوا لي في لي كومونتير فكروني السميه ديال هذا ولا ما عقلت عليه هذا الباباي وبنانا وداك الخبز فيه البيض واللعيبات المهم الفطور يا سلام من بعد ملي غادي نسالي غادي نحاول ناخذ كويس ديال القهوه ديما القهوه كنحاول نوخرها كنبغيش نخلطها مع الماكله ديالي اذا انا الاصدقاء نقصيو وعاد نعاود نشوفو نقول لكم شنو غادي نديرو من بعد هذا هو زيوس ولا عشيري سالود زيوس سالود علمتو السلام سالود علمتو السلام شيخ مازال غندري شي حبك ابلاش زيوس خيب ولا عشيري دابا زيوس صاف دريسيتو يلا جيت دابا هنا راه يومين كملنا الطيار ديالنا يا سلام انا راه كناكل دغيا بالزربه داك الشيء عندي خفان زربه المهم بغيت نتشاور معكم الاصدقاء شي لعيبات كما كتشوفوا دابا في اللوغات ديالي راه ديما كنبقى نقول لكم كتبوا لي في لي كومونتير خليو لي في لي كومونتير باش نحاول حتى نتوما تفاعلوا معايا كنبغي ندخلكم في الجو ديال البلوغ يعني هذا هو السيل اللي باغي نديرو انا في اللوغات ديالي يعني الاصدقاء راه ما فيها والو انكم تخليو شي حاجه في لي كومونتير ملي كنسولكم على شي لعيبه كتبوا لي عادي الاصدقاء ما تحشموش الخوين زين ما تحشموش المهم بالنسبه لشنو بغيت نقول لكم الاصدقاء بغيتكم تخليو لي في لي كومونتير دابا كيف ما رانا صافي قررت باش غادي نبقى نحط لكم فلوقات يوميه كل نهار غنبقى نصور تقريبا كيف ما كان بالنسبه للهوصل كما كتشوفوا دابا راه خاوي ولكن هذا الهوستل هذا راه مبلبل راه واخا جا وسط الغابه ولكن كل مره كيجيو ليه دي جروب هنا يعني كيجيو دي جروب ديال البنات ولا دي جروب ديال الدراري وكتبلبل هنا يعني راه ما تحكروش هاد البلاصه هادي راه واعره بزاف وحتى بالنسبه للنونتورا ديال هنايا كاينين بحوره كاينين جبال اللي واعرين يعني كاين بزاف ما غادي نكتشفوا الاصدقاء وكاين بلوغاتنا اللي غادي نحط لكم عندي بروغرام زوين غنديروا لكم الاصدقاء خاصكم غير الدعم ديالكم باش انا نتشجع وندير لكم شي حاجه زوينه الفلوغ الاول ضروري ما غيكونش شي حاجه اكسايتين ولكن الفلوغات الجايين غيكونوا شي حاجه مبلبله داكشي علاش بغيتكم تقولوا لي الاصدقاء شنو هو التوقيت المناسب اللي بغيتوني نبقى نحط لكم فيه هاد الفلوغات اليوميه انا مولف كنحط اما مع 6 ديال العشيه اما مع 9 ديال العشيه يعني هادو هما الاوقات اللي مولف كنحط فيهم ما كرهتش تكتبوا لي انا كنظن ان الفلوغات اليوميه من الاحسن انهم يتحطوا بالليل مثلا مع 10 ديال الليل ولا 11 ديال الليل ودابا جا وقت القهيوه داك النهار بقيتو كضحكوا عليا ما صورت لكم هذاك الكاس مقدر قلت لكم غا كويس بقيتو كضحكوا عليا ولكن هاني الاصدقاء دابا غنديرها كويس بالرجوله نتوما كويس دابا هذا غا كويس انا بقى ضحكوا عليا الاصدقاء نديرو السكر كاين واحد لعيبه اخرى ديال السكرنا اللي سيني بغيت نصورها لكم دايره بحال الصابون ولكن ناضيه ها هو كما كتشوفوا هنايا هذا السكر كونسونطري كيكون بحال الشكل ديال ليكيد هي كتنقط كل نقطه بالسكر انا راه درت بزاف
ما هادي عندهم هاد اللعيبه هادي خاصهم يديروا عندنا حنا في المغرب، ما عندناش هاد اللعيبه حنا في المغرب. ايوا وهذا هو الكويس ديال القهوه. انا ديما كيعجبني فاش كناخذ الكويس ديال القهوه كنتقابل مع الغابه، كنبقى نتمنى دار انا يا الاصدقاء هنايا كنجي كنبقى نشوف هنايا لا واعره الاصدقاء. لقيتوني درت قيلوله مع زيوس نعاس زيوس وفين العود فيق صح. مهم دابا تقريبا الوحده كما كتشوفوا. دابا غادي نكمل لكم بعد التور ديالنا على الهوس. الهوس راه كبير، انا براسي باقي كاين شي كوانات انا كاع ما كنعرفهم. غنحاول نوريكم داكشي اللي كنعرف، ومن بعد غنمشي غادي نطيب الغدا ديالي، غنوريكم شنو كناكل في الغدا وكذا بالنسبه للناس اللي كيترينيو. وانا ما كنطيبش شي حاجه اللي هي كثيره، كنطيب غير البازيك كما كتعرفوا شنو اللي كيخص الناس اللي كيترينيو. عندك الكارب، عندك البروتين، وعندك الفايبر، هادشي اللي كندير انا عموما. كندير الماكله اللي هي سهله، دابا نوريكم كيفاش وكذا. دابا غنوضو نكملو التور ديالنا على هاد البلاصه الواعره. زيوس اسمحني انا نشيل حفظك هاديك اخي هاديك كما كتشوفوا هنا كاينه طويبله ديال غادي نصح ريح ناس اصاح. هنا كاينه طويبله ديال البيار من بعد تعمر القاديه وتعداو على بنادم كنعرف نلعب شويه ماشي بزاف. هنا كاينه واحد الكوزينه هنايا اخرى، كاينه هنا واحد الكليسه وكذا، وهذه الداخل كاينه طواليت، كاينه واحد الشومبر اخرى. دابا غنوريكم فين كنتريني حتى العشيه ونترينيو. كيبان لي واقيلا ديك الربعه بحال هكاك غادي نترينيو. اليوم عندي حصه ديال الدوسو غنخدمها غير هنايا. شنو غادي نديرو دابا؟ كيما قلت لكم غادي نتغداو، غادي نديكم لداك البحر اللي قلت لكم قريب انا نجيبو فيه شي لفه، من بعد نرجعو نترينيو. كيما كتشوفوا ديال واحد لاصال هنا كيترينيو، كيديروا داكشي ديال اليوغا وكذا والتعبدات وكذا. وهذه هي البارة اللي قلت لكم كنتريني بها، ما فيهاش شي كيلوات بزاف ولكن كنحاول نديباني بها. هنا كاينين الطابيات كما كتشوفوا الفيو، هادي كاين واحد البالكون هنايا كما كتشوفوا البالكون هنا. هنايا كاينه دار اخرى ديال شي ناس اخرين، وهنا كاينه واحد البرايفت روم نوريوها ليكم علاش لا. هنا كاينه واحد البرايفت روم فيها ناموسيه كبيره، فيها سبعه ديال الناموسيات. الطواليت ديالها كاينه هنايا. المهم كما قلت لكم الاصدقاء قديد ضربه قهويه، ولكن غادي يعمر غادي نعمرو حبه. حنا البلاصه اللي كنمشيو ليها كنديرو فيها البركه، فهمت يعني هادشي اللي كاين في البلاصه. دابا غادي نمشيو للكوزينه باش نطيبوا الكوميدا ديالنا، نوريكم كيفاش الناس اللي ما كيعرفوش يطيبوا، نوريكم واحد الطريقه سهله باش تطيبوا الكوميدا. هنايا كاين واحد الساحه شتا راه صحات شويه بقات تكسر، كاين واحد البيسين هنا، واحد البيسين صغير كما كتشوفوا. كاينه تجريده هنايا على برا بديكالا تماك. عندنا حتى واحد لاصال فيها البورد على حساب السيرف، كاين واحد الكليسه هنايا، كاين هاد لي بورد ديال السيرف تليفيزه هنا. المهم داكشي يا سنة قطار اول مره نشوف. شحال هادي ما قصرت القطار. يلا نمشيو الكوزينه نطيبو رجعني الجوع. الصديقه كما كتشوفوا هنايا درت شويه ديال الروز والدجاج، صافي كنديرو على العافيه شي ساهل مال. غنخليه واحد نص ساعه تقريبا عاد نعاودو نرجعو ليه، ومن بعد ما تقلل داكشي الاصدقاء دابا غنزيدو
غادي نزيدو المكونات الاخرى. هنا عندي واحد اللعيبه بحال الشكل ديال العطريه مخلطه، كنضيفوها سيداتي سادتي. عندي هنايا ثومه جاي على اللوحه، كنلوحه صينه، انا ما عنديش معاك، كنقطع هكذا، كتعجبني ديك التكستور ديالها ملي كتقصيها. هنا عندي القرعه تقريبا نص وحده، كنديرها ديريكت انا، نقطعها شويه بحال هكا، ومن بعد كنضيفو البصيله. هنا كيعجبني الحار، هذا واحد الحار ديالو هنايا، صوص حارة، ندير واحد شوية بحال هكا. هادي الصوص الصويا، أنا كتعجبني نديرها عوض من الملحة، كندير الصوص الصويا، هي كندير واحد شوية. وهنا عندنا الصوص طوماط، كتعطي واحد النكهة حتى هي. صافي الأصدقاء، هادشي اللي كندير أنا في الكومينة ديالي، نخلطو خيلوطة بالعربية، كنخلطو الأمور ديالنا. صافي الكومينة ديالنا كتكون على هاد الشكل بحال هاكا كيما كتشوف، ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة ولا كدا. أولا باش ما تاخدش لك الوقت بزاف، وبالنسبه لي انا بنينه كنقصيها في داكشي اللي غادي نحتاج. عندك هنا الكربوهيدرات، عندك البروتين، عندك هنا الفايبر، يعني كاع داكشي اللي كنحتاجو راه كنحطو. بالنسبه لا كونتيتي كتبقى على حساب انت وكيفاش بغيتي الامور ديالك، يعني الناس ديال الله سال انا كيبان ليا هادشي راه كافي بالرجوله. كوميدا واجده الاصدقاء كيف ما كتشوفوا في هذا المنظر الجميل. انا ما عنديش مع نبقى نحط داكشي في طباس، اخوكم راه مينيماليس، ما عنديش عليا نبقى نقوت الفرشيطات وقوت البروتوكول، عارفين كنطيب كناكل، انا ما عنديش المشكل. انا دابا غادي نحاولوا ناكل هاد الكوميدا هادي في هذا المنظر الجميل في الهوستل الرائع. كما كتشوفوا بح غبرات، الله نمشيو نجيبو لفه في البحر الاصدقاء. كما كتشوفو الهوستل جا في هاد لازون هنايا، ما كاين لا طريق لا والو، كلشي مقطوع هنا. وهادشي اللي بغيت انا نجي ليه باش نسل الدماغ ديالي ونعاود نرجع للطريق الصحيح، مع كحناتي التيز وكحنا هكدا. خصنا نتبتو شوية ياك الأصدقاء، نركزو على الحوايج اللي مهمين، ونركزو علاش حنا جينا أصلا لهاد البلاد هادي، ونطورو من راسنا، نطورو من اللغة ديالنا، حيت رجعت اللور، هادشي اللي كاين. غنمشيو الأصدقاء لداك البحر نوري ليكم، للأسف مكاين الصاد باش نقدرو نعومو، أكليت بزاف بقى كرشي ما تهدنات. غادي نمشيو نجيبو لفة نوريكم داك البحر كيفاش داير. بالنسبة للفلوق ديال غدا، يا إما غادي نمشيو لشي بحر آخر، يعني نديكم شي بحر آخر ونديرو شي بلان، أولا نقدرو نمشيو لهاديك الجزيرة اللي غنوريكم اليوم. بالنسبة للجزيرة غي خصنا نمشيو في الباطو، هو اللي غيقدر يوصلنا تما. كنت سولت الصديقة اللي معايا في العمل التطوعي، راه باقي ما بينتش معايا، ولكن ضروري غتبان معايا، هي برازيلية واحد المشيشة، مشات هنا عندهم قلال ماشي بحال المغرب. كيف ما قلت لكم الدرية ما باقا ما بانتش معايا، ولكن غنبينها دابا مع اول نهار في الفلوغين. حتى الموتيفيشن باش انني نفلوغ ليكم الاصدقاء بصراحة ما كايناش، النفسية ديالي شوية معنكشة، مع راكم عارفين شنو ديال جا واقع ليا وكدا وهادي، دونك باقي دماغي مخربق، باقي كنخطط وكدا وهادي، ولكن ان شاء الله كلشي غادي كلشي غيتقاد. هنايا هاد البلاصة هادي دايرة بحال شي فيلاج، بلا ما تقولوا لي عاوتاني كاين شي فلوغر جا هنايا صور ليكم هنايا وكدا وهادي. انا مأكد بلي اول واحد ولا واقيلا اول مغربي غادي يوصل هنا راه
هو انا هاد البلاصه هادي سميتها بارا دو ساهي. هاد البلاصه هادي جات حدا ساو سيباستياو. ساو سيباستياو براسها معروفه اكثر وسياحيه، ولكن واخا هكاك رانا ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس. وهاد ساو سيباستياو حتى هي غادي يمشيو لها تقريبا بعيده على هنايا بشي 50 كيلومتر بحال هكاك، ولكن هذا كيتعتبر بحال غير فيلاج، ولكن فيلاج ناضي اصلا. البلايص كاملين اللي كاينين في البرازيل راه كيما مشيتي غتلقى المناظر زوينين وغتلقى غتستمتع بهم. يعني ان شاء الله غنكتشفوا البلاصه وغنعرفوا عليها بزاف ديال الحوايج. وهذه هي الدخله ديال البحر. الحرب اللي مخلوه اليوم هاك كانت كطيح الشط، ولكن البارح كان جيت انا عمت كان البحر صافي، كان داكشي ديال المالديف. اليوم لا كاينين ميجات. كما كتشوفوا الجزيره اللي كنت قلت لكم غنمشيو ليها هي هذيك راهي. كاينه شويه شمينا الهواء ديال البحر، دابا خصني نرجع للاص نرجع للوسط، خصني نتريني الاصدقاء. ما عنديش وقت بزاف حيت غنبدا الخدمه مع السق. غنوريكم الخدمه ديالي كيفاش كدوز وكذا. المهم كما قلت لكم انا كنخدم دابا غير في الريسيبسيون، ما عنديش شي حاجه اللي هي كومبليكي، والخدمه ترونكيلو، يعني ما كايناش شي حاجه اللي هي معنكشه ولا كذا، فهمتوني؟ يعني كنبقى مريح والاغلبيه ما كيجي حتى شي واحد، يعني كنبقى بوحدي تماك في حالات ما دخل شي واحد ولا حل الباب ولا كذا. ولكن على العموم انا عندي اكسبيريونس، يعني ما لقاش مشكل حتى كون كانت الخدمه بزاف عالي. كما كنتو شتو الناس اللي عاقلين في اودي كاسا راه كانت عندنا الخدمه بزاف، ولكن كنا كنصطو راسنا حتى تماك. يلا ونرجعو للهوس. خديت قبيله قهيوه وخديت قيلوله زيو هو كياخد قيلوله هنا. اش كاين اصاحبي؟ اش كاين مالك زيو سرا ولا عشيري ولا شي ما مشيتش كيتباني. كما قلت لكم خدينا القيلوله بالرجوله عكس باش نمشي نتريني. دابا تقريبا كنت معول البروغرام ديالي، كنت معول ديك 4:30 كاع الا تعطلت غادي نبدا لونطريمي. دابا راه تقريبا كما كتشوفوا 5، هذا راه انا شوني. دابا تقريبا 5، ما غاديش نزيد نتعطل بزاف حيت غادي نبدا الخدمه مع السق. دونك غنحاول نحرك شويه. اليوم عندي دويرسو، نحاول نتريني شويه الدورسو، ضروري ما نحركو شويه. الله صل على ما كاينش، اذا صعيبه شويه باش انك تحرك، ولكن ضروري ما غادي نحركو الاصدقاء. حنا ما كنعكزوش شي، مني كتوصل لهذيك الليطه ديال انك كتعكز ومع ذلك كتهز حوايجك وكتمشي تريني ولا كدير شي لعيبه، عرف راسك راك غادي توصل، وضروري ما غادي توصل. نحاول نصور لكم شويه من الحصه ديالي بالنسبه للدراري اللي باغيين يترينيو. ما كاينش عندي ماتريال بزاف كما كتشوفوا، كاينه غير هاد البره هادي
البارة تقريبا غيكون فيها في الطوطال كاملة غتكون فيها واحد 13 كيلو بحال هكاك. وعندي هاد لي زيلاسي هنايا، عندي هاد لي بول تما غتكون فيهم تقريبا واحد بحال 10 كيلو تا هما. الى غنحاولو نخدمو بهادشي كامل ونحركو شوية الميسكلة الأصدقاء. لقيت الأصدقاء اللعيبات تاهما غنديباني بيهم. المهم كل وحدة بحال دابا هادي تقريبا راه فيها جوج كيلو، هيا غتبان ليكم هنا، وهادي حتى هي فيها جوج كيلو، هيا غتبان ليكم هنا غتقال شوية، يعني 4 كيلو في 4 كيلو، والبارة فيها 10 كيلو، يعني تقريبا أكثر 13 كيلو، يعني تقريبا بحال تقول في الطوطال غتكون 20 كيلو. مزيانة بالرجولة، كل ما تزاد تقول كل ما أحسن. ليش كنبان بحال قبل كنت كنصور لكم الحصه ديالي، الساعه ديشارج ليا الباتري ديال الجو برو وتقطع ليا، ما صورتش لكم الحصه كامله. المهم ترينيت الدورسو وترينيت شويه ديال لي زابلو ودوش، ودابا بديت الشيفت ديالي. دابا راه تقريبا كما كتشوفوا هنايا راه 6:15 تقريبا، انا دابا كاين في الريسبسيون بديت الشيفت ديالي. المهم هذه ديال الخدمه الاصدقاء كما كتشوفوا هنايا، ديال الريسبسيون عندي كاميرا هنايا، بي سي على حساب بالنسبه للبي سي اللي كنجاوب غير على ميساجات، الا وصلوا شي ميساجات دخل شي واحد كندير لي تشيك ان تشيك اوت، داكشي حال وسهل ماشي شي حاجه، ولكن ضروري اللغه. راه واخا كنقول انا ساهل يعني كيبان راه ساهل، ولكن ضروري خاصكم اللغه. الاصدقاء اللي بغا يدير بحالي راه لابد اللغه. كما كتشوفوا هذا هو البي سي، هذا هو الريسبسيون، كاين حدايا المنيظر هذا، اللعيبات، مونتيلاتور. حاجه واحده اللي صعيبه هنا هي شنيولا انا عن جد، يعني ضروري كنخلي في جيبي العباد ديال شنيولا. هذه هي الخدمه الاصدقاء، هكذا كيفاش كيدوز الشيفت. بالنسبه لي انايا كنخدم تقريبا 6 سوايع في النهار، وعندي يومين روب، ولكن بصراحه كدوز حلوه، ما كايناش خدمه بزاف. اغلبيه كنريح، كنبقى نمونطي لكم فيديوهات، كناخد لي كورس في اللغه، كنبقى نتعلم برتغاليه، ومن طور رانا خدام، يعني ما كايناش شي حاجه اللي هي صعيبه، وكل شيء ساهل. الاستعاده دابا غنحاولوا ندوزوا الشيفت ديالنا، غادي نخدم من 6 ديال العشيه، دابا راه 6 ديال العشيه حتى ل 12 ديال الليل تقريبا. نمونطي لكم فيديوهات واللعيبات باش نبقى معكم اجور، ونبقى نبوست عليكم ان شاء الله كل نهار. وكيف العاده الاصدقاء الدعم ديالكم، لايك سبسكرايب كيف العاده، ما محتاجش نقول لكم.